مصممة الأزياء العالمية فريدة تمرازة في ترندز، كيف أصبحت أول مصرية تخطو بتصميماتها على السجادة الحمراء في كان والأوسكار، وما هي أشهر الفساتين التي قفزت بها إلى قمة ترندات الموضة في مصر والعالم؟ هما بالنسبة لهم اختاروا فستان كرييتيف ما عرفوش اسمه، اللي هو كان تمرازة، جنب أسامي كانت كبيرة جدا. ترندز مع ريهام الشيخ الأربعاء 7 مساء على قناة مصر الأولى.